أحمد عبد المنعم كشري. تتذكر جماهير الأهلي هذاً حيث كان مهاجماً متميزاً بصفوف الفريق لعدة سنوات خلال حقبة التسعينيات، أجبر الجميع على احترامه نظراً لالتزامه الشديد وعشقه للفانيلة الحمراء. انضم كشري للأهلي عام 95 برغم أنه كان قريباً بشدة من الانتقال للإسماعيلي، لكنه اختار التيشيرت الأحمر الذي يعشقه منذ الصغر. بدأ كشري حكايته مع الأهلي خارج الحدود عندما شارك مع الفريق بالبطولة العربية أبطال الكؤوس بتونس عام 95 ونال لقب هداف البطولة. سجل 3 أهداف دفعة واحدة خلال أول مباراة له مع الأهلي ببطولة الدوري، وكانت أمام الأولمبي السكندري. الغريب أنه سجل بالقدمين اليمنى واليسرى وبالرأس أيضا. كشري ابن حي الدرب الأحمر بالقاهرة، لعب في بداية مشواره الكروي مع المقاولون العرب قبل أن يرحل للشرقية للدخان ويتألق بقوة. عاش سنوات جميلة مع الأهلي، لا ينسى الكثير من الذكريات خلال تلك الفترة المهمة. يتميز ضيفنا اليوم بالتواضع الجم منذ أن كان لاعبا، لا يعرف الغرور، يحلم بمواصلة مشواره مع كرة القدم كمدرب ناجح. يتحدث كشري معنا الليلة عن أحلى ذكرياته في الأهلي والمواقف التي لا ينساها مع نجوم الفريق ونصائح محمود الخطيب وتفاصيل مقابلته لصالح سليم في الجيم وسر لقب كشري وأسرار أخرى في الأهلي في كل مكان.